اليوم كونتورينغ. برافو. كونتورينغ. ليلي ما بيعرف شو الكونتورينغ راح نفسر بالاول شو هو الكونتورينغ. مين عنده فكره عن الكونتورينغ منكم؟ شو بتعرفوا عن الكونتورينغ؟ بيضعف الوجه ممكن. كمان مثل ما بيضعف الوجه بيعطي فورم للوجه مثل ما بدك بيعمل. اوكي. بيغير كل شيء. بيزغر ال شو اسمه المنخار. يلا اوكي تنبلش فكره عامه شوي عن الكونتورينغ لانه دينا ما بتعرف شو الكونتورينغ. ايه الكونتورينغ هلا كثير معروف، كل العالم عم تحكي عنه، بس هيدا مش جديد ابدا، له 30 سنه بعالم المكياج. شو الكونتورينغ؟ هو بنعتمد لونين فاونديشن بيكونوا كثير سماك. اوكي. لون فاتح ولون غامق. الفاتح بده يكون افتح من بشرتنا بدرجتين او ثلاثه، والغامق اغمق من بشرتنا بدرجتين او ثلاثه. ليه؟ لانه الفاتح تنبرز المناطق بوجهنا اللي بدنا اياها تبين، بنحطها ان غولياف بيقولوا مطرح ما بيضرب الضوء. اوكي. والغامق كرمال نخبي المناطق بوجهنا اللي زعجتنا، اذا مثلا عندنا دقن عريض، اذا عندنا منخار فيه عظمه كرمال نضب. من زمان ما كان في كونتورينغ كيت يلي هو هيدا الفاونديشن كثير سميك، كانوا يعتمدوا بس بالبلاش. بالبلاش كانوا يحددوا ملامح وجههم، وبالثمانينات كانوا كثير يحبوا الوجه ضعيف لدرجه كانوا يقبعوا ضرس العقل كرمال يبين وجههم ضعيف. ايه هيدا الشيء كثير قديم الكونتورينغ، بس هلا بالميك اب الحديث بنقول له 3 دي ميك اب. ما بقى نسميه كونتورينغ. هلا بدنا نطبق على وحده من الصبايا منكم. بس الكونتورينغ لشو بنستعمله؟ مين بيعرف اي متى بنعمل كونتورينغ لوجهنا؟ الكونتورينغ ما فينا نشوفه بالعين المجرده، بنشوفه بس على الكاميرا او اذا عم نطلع على المرايه. ليه؟ لانه بازازه الكاميرا والمرايه في ماده اسمها كريستالين بتفرجينا الاشياء اوضح واكبر من ما هي بست مرات. يعني انا اذا وجهي عريض على المرايه وعلى الكاميرا رح يبين اعرض، كرمال هيك بنجرب نخبي المناطق اللي كثير زعجتنا بوجهنا نضعفها، والاشياء الحلوه بوجهنا نبرزها. هلا كيف بعرف انا شكل وجهي شو هو لاعمل كونتورينغ؟ الشكل الوجه المثالي هو البيضاوي، الوجه الاوفال. بتعرفوا مين وجهه بيضاوي بيناتكم؟ شانتال. لا. هايدي. شكل وجهها الشكل المثالي يلي هو انا جبت لكم صور معي. الوجه الاوفال يعني اللي هو البيضاوي بيكون قياسه من الجبين للدقن مره ونص اكثر من الخد للخد. يعني انا وقتها بدي اعمل لها كونتورينغ لهايدي بدي احافظ لها على شكل وجهها لانه متناسق ومتوازن مع بعضه، ما بدي اغير الشيب تبع الوجه. دائما قبل ما نبلش مكياج بدنا نحط كريم اساس على وجهنا تنحمي البشره من الميك اب. اوكي. وفي كثير يلو كريم بيز بتحطي لها. هي بدي احط لها شيء على يلو تاكسر لها لون وجهها. بعدين في كثير صبايا بيعملوا هيك للفاونديشن او للكريم بعدين بيمرغوا، هذا كثير غلط. كل البنات بيعملوا هيك. وين بنحط ايدنا؟ بنمد دغري لانه اول شيء ممكن ينشف، وهيدي طريقه كثير غلط. ما بننقط بنرجع بنمد. اوكي. وين بنحط ايدنا؟ حطيت ايدي هون بمد الكريم. اوكي. حطيت ايدي هون بمد الكريم ما بنقط. بتخلي كل لون. اول شيء بنحط فاونديشن عادي كثير رقيق بيكون تقدر اشتغل الكونتورينج عليه. عادي بده يكون من لون البشره. عبالك تجربي تحطي على وجهك؟ ايه. ايه فاونديشن بالبراش؟ بدك تجربي تعملي تاني ميل؟ لا يعني ايه مش فاهمة. يعني انا هلا عم بحط لك فاونديشن على وجهك، بدك تحطي تاني ميل انت لشوف كيف بتحطي. اوكي. بالفرشه؟ ايه بهيدا بايدي. ما كرمال هيك بنعلمك. ماشي نجرب. اوكي. الوجه مقسوم للنص. ايه هالميل لبرا بده يكون الفاونديشن دائما، لتاني ميل لبرا ولا مره بيجي بالعكس. وشغله كثير مهضومه ومهمه، اللي عنده وبر بوجهه كيف بنخفي له اياه؟ بالعكس بنطلع الشعرات طلوع، طلعوا كيف اختفوا شعرات وجهه. بس انزل نزول بنحددهم ببينوا،
بطبسوا بنعمل عكس الشعر عكس الوبر هيك الوبر ما بعد مبين بالوجه بنقي لون بقى. فاتح اي لون فاتح اي لون فاتح بده يكون افتح من بشرتك بدرجتين او ثلاثه ليبين انه عن جد شيء فاتح كيف بحط لها انا بحط لها اياه على شكل هلا انا عم برسم بس هو ما لازم يكون مرسوم بس لوضح لكم على شكل نصف دائرة يعني إذا بدكم هيك كرمال ليه يعطي شوية الجبين إنه بومبي قابب لأنه الجبين الحلو هو بيكون شوية مبروم قابب لفوق أوكي هون حطيت لها هولي بسموهم بوان دو لوميير يعني مطرح ما بده يضرب الضوء على الكاميرا بيعطوا إكلا حطيت لها الفاتح هون هلا هي ما عندها عظمة بمنخارة اوكي ما عندها مشكلة بدي كفي لتحت حط لها ابيض بالنص على نص منخارة اوكي شيء مضوى كانه اب مضوى بس اكيد قلت لكم هذا نحن ما فينا نشوفه بالعين المجردة على الكاميرا ببين او على المراية اذا بتطلعوا شفتوا الفرق بين لون بشرتها ولون اللي حطيته هون كيف مضوى منكفي منخار فوق الشفاف سبحان الله كل حدا عنده فرم وجه معين ايه اكيد لفوق طلعي تفكري تشوفي يعني معقول كل حدا شي مستطيل شي مربع شي مثلث سبحان الله يعني انا مثلث هي وجهها مثل ما قلنا الشكل المثالي تحت العين اللون الفاتح انا بقول لها وجهي كثير ناعم وجهك ناعم بيبي بيبي ايه مش اكيد انه ما لها علاقه ما لها دخله لا ما خاصه بالفرق ما خاصه هي بتقول لي لا ما في مانيكات جمال ما بعرف مش 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 ضروري يكونوا ما هيك عارفه اعمل قوي ايه بس شوي قاشط على الجوان لازم تعلق اكثر علي اكثر من كده إيه. فوق لا عن الطرف اكيد عملتيها انت نازله لتحت يلا جماعه الجاي بنعمل حلقه عن الاي لاينر ارجوك انت ما بده شيء ما يكون الجمال عندكم ايه هوس اوكي اوعى لانه كل حدا حلو مثل ما هو عن جد هي مش فلسفه ما ضروري كل شيء يكون على المسطره بوجهنا نتفي التدفو بيعطينا كاركتر صح. اوكي صح. سمع حنان اسمع انت انا ما احكي شيء انا صراحه انا بحب حالي كثير بس هيك مش أوكي. اهم شيء الواحد يحب حاله ويكون مقتنع لانه في كثير اشخاص بعرفهم هيك شافون هيك ايه بينرسم القلب ايه اكيد بينرسم القلب احسن ينرسم القلب ايه انه حلو تكون الشفه هيك شوي على شكل قلب تطلع ناعمه اكثر وين الحمرة تبعك تحط لك من اللون لتقدر تستعملي دائما حلوين بس بيطلع لا هاي طلع شوي فينا خضبني بس طلع شوي بس بدي واو صح هايدي كتير حلوين شفافة ايه هايدي ايه كتير فرجيني كيف رسمتي انت دايما بتقولي هيك اوه بيرفكت روعة عن جد كتير حلو ايه ليك كتير حلو كتير حلو الحمرة اذا عطيناها بلا قلم ما قلها معنى دايما لازم نرسم بعدين نحط يعني الغلط كتير ما في هلا بالاجمال الوجه المربع اقسى وجه والوجه الطويل شوي مش حلو يعني مش حلو شوي قاسي يعني بده كتير تصليح يعني بتطلع انت دغري بتعرف انه هذا وجه مربع الشيب البيضاوي والمبروم ما كتير فيك تعرفيهم يعني بتطلع فيها بترتاحي بالنظر بس اللي دقنه عريض اللي عنده وجه مربع دغري بتلقطي لان بيكون هون كثير حد عنده هون كثير قاسي زي كثير منيح هلا هون ايه هلا هون المصيبه هيك لا مش برم هيك اوكي بنفوتهم ببعض اوكي وفيي نزلها اياها شوي لتحت جربه مليا عايزه الفرشه بتاعتي مش برم
هيك نزل شوي تحت. اوكي. الغامق دائما كرمال ضب والفاتح كرمال فتح. الغامق بضعف والفاتح بكبر. كرمال اقول لك على المرايه كيف هون تنضعف الوجه. ايه بنعمله كده؟ لا لا هي هذه الحركه من هون ومنزله شوي لتحت كرمال يضعف. من زمان هيك كانوا يعملوا كونتورينج بالبلاش بس. وعلى الدقن واكيد تحت العيون لفوق بشكل مثلث. هلا انت قولي لي وين غمقت وين فتحت الأطعمة. هلا رح فرجيك اياهم. بس وشهم برضه جميل قوي حلو من هنا. هلا هون قلت لكم بشكل سريع عم نشتغل بس لتاخذوا فكره عن ال 3 دي كيف معقول ينعمل. غيرت اللون احلى كذا. خففتي؟ لا غيرت اللون. انا عندي علبه ميك اب جديده جبتها من ابو ظبي. ايه يحي معك هون؟ لا بحي بالبيت. بدي ابقى اسالك اذا فيها هالقصص الكونتورينج ولا لا. يمكن فيها وانا ما بعرف. لا فوق ما بفتكر. بيته؟ اه طبعا. ميرسي يا جان بجد. بيته؟ يي لك شو مهضومة طالعة. ايه كثير حلوة. عايزة كله؟ ايه كل شيء. كونتور والحمرة؟